وإنما البيعة لا تقوم إلا بوجود الوجهاء وليس العامة، وأنتم الوجهاء إخوتي، وإنتوا عارفيني كويس أوي. أنا في حل من التنافس والرغبة في الإمارة، ولكن هعمل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. ولنا شروط البيعة يا نمير. أولاً أن يتولاها أهل الحل والعقد، حضرتكم يعني. ثانياً أن يجيب المبايع إلى البيعة. أجبنا يا شيخ، موافق غصب عني طاعة لله. ثالثاً أن تكون على كتاب الله والسنة والطاعة لله في غير معصية. ودي فيها كلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تنعقد لأكتر من واحد. ومين بس ممكن يبقى عايز يتحمل مسؤولية زي دي؟ ولا في كمل. حرية المبايع. والحمد لله كلكم أحرار. شرط الإشهاد وشهود عدول. ولو في حد فيكم شايف إن الشروط ما تنطبقش علي علما وفقها وجهادا يقول. لا أرى أنك الأفضل ولا الأكثر كفاءة ولا الأكثر علما ولا الأسبق هجرة وجهادا يا شيخ أبو منصور. فردت كفي للمبايع. نبايعك على السمع والطاعة. نبايعك على السمع والطاعة. في المنشط والمكره. في المنشط والمكره. خليفة للمسلمين. خليفة للمسلمين. وأميرا للمؤمنين. وأميرا للمؤمنين. الحمد لله. الحمد لله. حكم من نازع صاحب البيعة إيه يا شيخ نمير؟ من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. يا خسارة يا خسارة، لو بإيدي كنت سامحتك، مالكش في قلبي غير كل خير. بس إيه يا شيخ؟ بس إيه؟ أنت قابلت مين في الخارج يا أبو منصور؟ قابلت مين؟ مين اللي ادالك الضوء الأخضر إنك تكون الخليفة؟ قول قدام مجلس شورى الخلافة عشان نفهم. مين اللي زور الوصية يا شيخ؟ وعرفت منين إن الشهيد أبو دجانة سيستشهد في العملية؟ ومتى كتب الوصية؟ قول يا شيخ، قول قدام مجلس شورى الخلافة. ومن أمن وصولك ذهابا وإيابا من كابل لأوروبا والعكس؟ أسئلتي دي لو عرفت ترد عليها قدام مجلس شورى الخلافة أنا هبايعك فورا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمنافق ده اجتمعت فيه الثلاث، وكملها بالرابعة: شق عصا الطاعة. نفذ فيه حكم الله يا نمير. حكمه ايه يا شيخ؟ حكمه ايه يا شيخ؟ حكمه ايه يا شيخ؟ انت هتقتلني؟ هي دي الخلافة يا شيخ؟ هتقتلني يا ابو منصور؟ هتقتلني؟ ابو ايوب ليه انصار كتير، واعتقد انك بتثق في رايي. طبعا انت وزيري وشيخي. الحكم الشرعي في ابو ايوب ما يخرجش حدود الكهف ده. وابو ايوب مات اثناء البيعه، لما خرج سلاحه للاحتفال ارتدت رصاصه صدره، وكان امر الله قدرا مقدورا. رحم الله ابو ايوب، اخونا وحبيبنا ووزيرنا وحق واحد بيها من بعدي. تخرج للناس وانت حزين وتنعيه ويندفن دفنة تليق بالمجاهد العظيم. ربنا يخليك لي يا شيخ نمير. أنا في خدمتك لحد ما توصل للي انت عايزه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.